طلع لي امي، طلع لي امي زيو امير. انا حداك كنطلع لك، راه انت ما تشوفني زين ضابر. فين غندير النادر؟ الولدني راه طارو بالقصيده. مش عاقل بعد على راسك؟ تشكون عقل عليا انا؟ شكون انا؟ هنا نهار اليوم احنا؟ اليوم 30 في الشهر. علاش هادي عقلتي عليها وسميتك ما عقلتيش عليها؟ هاد اليوم 30 الخلاص ديالي جاي نتخلص ورجع نجبد في دارنا. هادشي عقلتي عليه وباش تصوب بشويه ما عقلتيش. قصدتني الهوندا، خويت عليه خرج لي كاميه، خويت عليه ضربت في الحفره قد قد. وما درتيش كوسطة؟ ما عمرها ندير كوسطة مع حفرة. الحمد لله بعد ما وقع لك والو. الشقفة ديال راسي تهزت من بلاصتها وما وقع لي والو. ملي تهزيت من فوق الموتور تهزيت، عطيت الجهزين للمحلبة الزف. اخو علي مول المحلبة. ضربت في الكونتوار. ميمشي. قلبت راسي لقيت المخ. هزيت المخ ودردكت فيه للسبيطار. يلا دخلت وكنغوت. عاد قول لي المخ ديالي. داروا لي التحاليل. قالوا لي ما تخافش، هذيك راه الزبده بلديه ديال مول المحلاب. اوكي بان ليها كدير السبه وصافي. ديك السيمانه عاوتاني درتي كسيده نهار الجمعه. نهار الجمعه جيت ندور اخويا، لقيت الحفله ديال العز دايرينها في الشانطي، كيخليوها على القاعات وكيديروا الحفله في الشانطي. ضربت في البرزان قد قد. توليت كتشوف العريس طالع فوق الكيدون مصمر عندي والنقاف. ضغمت عليه. هذيك النقافه من داك النار ما كتدخلش قاع في الشانطي حتى كدير الكاس. نصيحه لوجه الله ميسيو انيس، اي عريس وعروسه عرفتي بغا يديروا العرس في الزنقه ما يدخلوا للبرزه تيديروا حزام السلامه. دابا الحمد لله على سلامتك، ارتحت شويه مع راسك، اشرب لك هذا العصير هذا وبلي تسالي نكتب لك شكايه ونصيفطها للسياج. رجلي كلها مشات، هذيك النار عطاني السيد في السبيطار 60,000 ريال قال لي عطيها ليا، مشا ديالنا، انا حسبها لك ب 50. وارتاح، ارتاح ما تزيدش على راسك لا توقع لك شي حاجة. ميسيو انيس، دابا انا مت، اش غيوقع ليا؟ ياك لاباس سي عبد الغفور، جاي تشكي للضمن. جاي نشكي في الشانطي. مالو؟ والزفت اللي ضيعوه في هذوك لي دودان يعمروا بعدا الحفاري، ما دير ليا نخلو قدام الفيروج. مالها تاهي؟ ماشي هي اللي طرقت عليا الفيروج، تصدق انا معندك مول تريبورتور، دابا شكون اللي فيه لافوت انا ولا النخله؟ اختي هذه شي كبير. وداك السيد اللي دار السيده هو بقره، يلا خارج للمدينه ضرب البقره ماتت جاوبوا عليه عباد الله، شي تيقول هو اللي فيه لافوت، شي تيقول البقره اللي فيها لافوت، هو اللي فيه لافوت البقره اللي فيها، ولا البقره اللي فيها لافوت مخليها الربيع في الغابه وغادا كتسرح وسط الخبيطه وسط لوطوروت. ما تزربش عليا، الحيوانات داروا لهم قنطره خاصه بهم ما كيتلاقاوش معاها عباد الله في الشانطي. واش البقرة غتقرا ممر خاص بالحيوانات؟ البقرة عندها البيرمي، واحد شوية غتقول لك البقرة تا هو داروا ليه بلاكة 90. احنا في المشكل ديالك ماشي في المشكل ديال البقرة. ما البقرة ماشي بنادم. عبد الغفور شرب هاد الحسوة راه فيها إيلان مزيان العظم. اش فيها؟ إيلان. إيلان كيرجعوا فلوسو في لاميتيون. ما عرفتش نسول جدي. هاو شنو بغيني؟ زيدك هكا بديعة. واش انا مبقاوش عندي القنانة؟ علاش؟ بحال اللي جاتني فيها بنة السكر وانا درت فيها الملحة. اذا هاديك لاباري ديال البنة تصوطات ليا. مسيكي ما عندك زهر. عرفتي في السبيطار ملي قالوا لي راه ما مهرش وما تصرطاتش ليا. برا عليك، انا من قالوا لي درتي كسيدة طحت ودخت وبغيت نتلحلم وانا كاع من الشرجم. وياك نتوما كتسكنوا في السفلي. وداك الشيء علاش بغيت نتلاه؟ كنت هرست غنجلس واحد الشهرين وغنوض باخر شهرين بلا خدمه، ملي غنخرج غنلقى فلوس لاس وراس موجودين ضربني ويك شي عرس واعر. ما تفكيتش معاهم في السبيطار قلت لهم لا والو مهرس. جا داك البروفيسور قال لهم عاودوا لي الراديو، عاودوا لي الراديو قال لي ما مهرس. قال لي لا مهرس. قال لي الراديو قال ما مهرس. قلت لي دير لي التلفازه. قال لي التلفازه ثاني قال لي ما مهرش. قلت لهم عرفتي شنو كاين؟ غنمشي عند ميسيو انيس غيدير لي الدي في دي. اجي عبد الغفور الموتور باقي صحيح. علاش باقي صحيح؟ باش نركبوا فيه انا وياك ونضربوا به شي كتير نديروا باش يعرس يا ما كضرش. خفيها هاد المرة.
علينا الحفرة ونجيو بستمر مقد قد لأن أنا أنتنا مول هوندا والله هينا